يا الله يا حبيبتي، اتركني. كأنك مرضتي بزيادة. اتركني بعد. طيب دواكي عندي أنا. اتركني اتركني. طيب هلأ غمضي عيونك شوي وحاولي إنك تسترخي. أمير، عم تسمعني أنت؟ أمير احكي شي حبيبي، بترجاك تحكي شي. أمير حبيبتي، لا بقى تبكي، بترجاكي لا تبكي، خلاص. أمير أنت جرحك مكشوف هلأ بيتجرسم. خلاص ما فيني شي. ما لقونا، وإذا كان منتبه على تليفونك يجوز يكسروا يزتوا لمطرح بعيد. رح يلاقونا من الإشارة. إذا كان وينهم لهلأ؟ كان لازم يكونوا طلعوا من زمان يدوروا عليك. بقى فيني أتحمل أكتر من هيك؟ ما رح أتحمل شوف العذاب وكل اللي عم يعملوا فيك قدامي. فريحة، حتى لو ما أجا حدا كمان رح نطلع من هون. أمير ليكي، جبت لك شوربة حبيبتي فريحة، شوربة طيبة كتير. ما كان في خبز تازة، أم جبت خبز بايت وحمصته. جبت لك أكلك كمان، لا تاكل هم. فريحة انت سكري عيونك. يا ترى هالمرة من وين بدي أعطيك ياها؟ اضطريت نقص لك من الكمية، هاي المرة ما رح تكفيك الوجبة. عم خبي الدفعة الكبيرة للحظة الأخيرة. يا ترى من وين رح تاخد هالمرة؟ من إيدك؟ لا، من هون بتريحك، لكان من رقبتك أو بالعضل، شو رأيك؟ أحسن شي تاخده من شفايفك حبيبتي. أنت خبريني من وين نعطيها؟ من هون ولا من هون؟ صحة وعافية. يلا حبيبتي، هاي الشوربة إلك مشان الطيبي. خدي. يا الله يا فريحة، اشتقت لك كتير يا حبيبتي. خليني، اتركني فريحة. قلت لك اتركني خليل، لا تلمسني. أنا اشتقت لك كتير. ولا شو عم تعمل؟ ولا لا تلمسها، انزل عن التخت ولا تلمسها. ولك خلاص، كأنه الدواء ما كفاك مشان هيك أويان عصاك.
راسك. شفتي؟ قال أنا ما رح ألمسك، أنا ما رح ألمس عروستي. خليل لا، خليل، خليل بعد عني، تركني، تركني. شايف؟ طلع منيح ليكني عم أحضنها، هي إلي، هي بس لإلي. تركني. شايف؟ عم أحضنها، عم أحضنها. فريحة، فريحة بس لإلي أنا، وهي كمان عم تحضني. طلع لك فريحة لإلي أنا. بعد من هون، روح بعد. خليل لا، خليل لا، لا. مقصودها. وهلا قولي يا فريحة، انت لمين؟ خلص خلص، انا لك خليل. عيديها كمان مرة. عم قلك انا لك خليل، شو ما سمعتني؟ قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.